اختي في قلب اختي. في ناس كتير بيقولوا لي يا نوجة نشتري هدايا منين؟ من مكه ويكون اسعارها حلوه يعني على القد. بصوا انا دلوقتي ورايا الحرم المكي اهو، ربنا يرزقكم زياره قريبه وهوريكم المحل اللي انا بجيب منه كل حاجه فيه ب3 ريال بس. انتوا بتمشوا كده على طول الشارع ده كده، مش على طول يعني، هوريكم المحل. هو المحل في بيتهيألي برج الصفا. بصوا اهو ده ب3 برضو، بس مش ده اللي انا بروح، انا بروح التاني اللي هنا. بصوا هو المحل ده كل حاجه فيه ب3. هنا بقى اي حاجه الحبه ب3. 3 ريال 3 ريال 3 ريال 3 ريال مرحبا مرحبا 3 ريال 3 ريال مرحبا. دي ب3، هنا برضو اي حاجه ب3 ريال. دي وايبس للولاد ب3 ريال 3 ريال 3 ريال تهادي ب3 ريال سبح مسك كل قطعه ب3 ريال كله ب3 ريال. بصوا المبخره دي ب3 ريال ودي تحفه ب3 ريال. هادي بقى زي ما انت عايزه. المج بالمعلقه ب3 ريال كل حاجه ب3 ريال. وصله الشحن ب3 ريال. بصوا دي هديه حلوه قوي ب3 ريال كله ب3 ريال. بصوا دي ب3 ريال ودي ب3 ريال دي كمان ب3 ريال. دلعي بقى اللي انت عايزه تبعتيه. تهادوا تحبوا النبي عليه الصلاه والسلام اللي قال كده. دي كمان ب3 ريال هاخدها البقدونس. هنا بقى الكحل اللي الناس كلها بتقولي عليه موجود هنا ب3 ريال. الحنه موجوده برضو والقرطاس ب3 ريال. معجون الاسنان اللي هو السلاين بتاع الاطفال كل حاجه ب3 ريال. وتيجي هنا بقى الادوات المدرسيه زي دي كمان الاساتيك المحافظ دول كل حاجه الحبه ب3 كل حاجه الحبه هنا ب3. طبعا لو الفيديو طويل شويه سامحوني بس عشان انا عايزه افرجكم على كل حاجه موجوده في المكان. اهم حاجه حطش لايك. بصوا كل البخور ده ب3 ريال. ميك اب كله ب3 ريال. اكس او للاطفال ب3 ريال. الوان ب3 ريال. مقلمه كامله ب3 ريال. بصوا هنا البتاع بتاعت القهوه دي اللي طالعه ترند على الانستجرام ب3 ريال. بصوا تحفه قوي انا هاخد منها واحده. ودي كمان بتاعه العسل ب3 ريال تمام. وهنا بصوا الكاسه دي بالطبق بتاعها ب3 ريال كل ده ب3 ريال. بصوا ده ب3 ريال كل حاجه هنا ب3 ريال. كل الحاجات الجميله دي ب3 ريال. خش على القسم ده كله اهو ب3 ريال. وهنا كمان ب3 ريال. والحاجات التحفه جدا بتجيبيها هديه برضو لاي حد غالي عليك ب3 ريال. اكسسوارات وكل حاجه هنا ب3 ريال بس ما تزودوش عليكي اي حاجه. بصوا والحاجات العيب دي برضو الحاجه ب3 ريال. بجد مش عايزه اطلع من المحل من كتر ما هو حلو. الالعاب الاطفال ب3 ريال. الشمع والعلبه بتاعته دي ب3 ريال. الخيط والابره ب3 ريال. هديه للبنات ب3 ريال. العاب اطفال ب3 ريال. كل حاجه ب3 ريال طول ما انت ماشيه ب3 ريال.